بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وجه دلوقتي ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا اختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية في دور 16 من كأس أمم إفريقيا 2023. وشهد تدريب منتخب مصر مشاركة إمام عاشور في التدريبات، لكنه تدرب منفردا، ده وفقا للبروتوكول العلاجي لإصابته. وكمان شارك عمر مرموش في المران الجماعي في ظل معاناته من البرد خلال 24 ساعة الماضية. روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر اتكلم في المؤتمر الصحفي لمباراة الكونغو الديمقراطية امبارح، وقال ان كل المباريات مهمة وصعبة، وان منتخبنا الوطني بيعاني من بعض الاصابات، واكد اننا بنلعب ضد فريق صعب لكن اللاعبين جاهزين للمباراة، والجهاز الفني واللاعبين بيعملون على تصحيح الاخطاء في مباراة الكونغو. منتخب أنغولا تأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار، بعد الفوز على ناميبيا بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب السلام، وده ضمن منافسات دور 16. منتخب نيجيريا حسم اللقاء اللي جمعه مع نظير منتخب الكاميرون بنتيجة 2-0 بثاني مواجهات دور 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023، لينجح في التأهل إلى دور ربع النهائي. وبهذا الفوز ضرب منتخب نيجيريا موعدا مع نظير منتخب أنغولا في الدور الربع النهائي. منتخب مصر لكرة اليد توج بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة التاسعة في تاريخه، وده بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 29-21 في نهائي النسخة اللي اختتمت بمصر على استاد القاهرة، وخطف منتخب مصر تذكرة الصعود للدورة الأولمبية. حصل يحيى خالد لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد على لقب أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي حصد لقبها بعد الفوز على نظيره الجزائر بنتيجة 29-21، وحصل محمد سند على لقب أفضل جناح أيمن، وأحمد هشام سيسا على أفضل جناح أيسر، ويحيى الدرع أفضل ظهير أيمن أيسر، وأحمد عادل هداف البطولة. منتخب سيدات الكرة الطائرة حقق الفوز على كينيا بنتيجة 3-1 للمرة الثانية على التوالي في ثاني أيام منافسات تصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية ليتأهل للدورة الإفريقية مارس 2024. فريق يوفنتوس تعادل مع فريق نابولي بنتيجة 1-1 في المواجهة اللي جمعت الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي. وبيحتل فريق يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 53 نقطة، فيما يأتي نابولي في المركز 19 برصيد 16 نقطة. فريق ريال مدريد حقق الفوز على فريق لاس بالماس بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب دي جران كاناريا ضمن مواجهات الجولة 22 من مسابقة الدوري الإسباني الليغا. وبيحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بينما بيحتل لاس بالماس المركز الثامن برصيد 31 نقطة. فريق فياريال فاز على فريق برشلونة بنتيجة 5-3 في اللقاء اللي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة 22 من مسابقة الدوري الإسباني البونس ليجا. وبيحتل فريق برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، فيما يأتي فياريال في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة. فريق بايرن ميونخ الألماني فاز على فريق أوكسبورغ بنتيجة 3-2 في المباراة اللي أقيمت ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الألماني.